لنقاش ملف عودة حراك التظاهرات الشعبية في العراق ينضم إلينا من بغداد الصحفي أحمد الجميلي. سيد أحمد، بداية مرحبا بك، كيف رأيت أعداد المتظاهرين في ساحة النسور اليوم ببغداد؟ نعم، اليوم يعني المئات من المتظاهرين الذين قدموا من مختلف المحافظات العراقية وخصوصا القريبة من العاصمة بغداد، وأيضا متظاهرين من العاصمة بغداد اشتركوا في التظاهرة التي انطلقت في ساحة النسور ثم توجهت إلى بالقرب من مبنى مجلس القضاء الأعلى. فهذه التظاهرة جددت مطالب تظاهرات تشرين التي انطلقت في شهر أكتوبر من عام 2019، وعلى رأس هذه المطالب هو إسقاط النظام وإسقاط جميع الأحزاب الفاسدة وجميع الميليشيات المرتبطة بهذه الأحزاب التي اتهموها بقتل المتظاهرين وبسرقة البلاد وبقمع الحريات. ثورة تشرين حدثت في تشرين، هذه التظاهرات حدثت في بداية أيلول، برأيك ما دلالات توقيت انطلاق هذه التظاهرات اليوم؟ تظاهرة اليوم ستكون مقدمة لتجدد تظاهرات تشرين في عام 2022. هذا اليوم أعلنوها النشطاء الذين اشتركوا في هذه التظاهرة، أعلنوا أن هنالك تظاهرات سوف تنطلق في يوم 11 في الشهر العاشر القادم، وأطلقوا عليها تسمية تظاهرات مليونية. وأعتقد أن هذه التظاهرات سوف تضم تحت رايتها جميع التحركات وجميع الحركات الشعبية العراقية وكذلك التيارات العراقية التي سبق وأن تظاهرت ضد هذه الطبقة الحاكمة وضد هذه الأحزاب. وأعتقد أيضا أن التيار الصدري سوف يشترك في هذه التظاهرات، وسوف نشهد في يوم 11 تظاهرات يشترك فيها أتباع انتفاضة تشرين المجيدة وكذلك أتباع التيار الصدري، لأن المتظاهرون اليوم قالوا بأن دماء نشطاء تشرين ومتظاهري تشرين توحدت أخيرا مع دماء أبناء التيار الصدري الذين قتلوا على نفس يد الميليشيات التي كانت تقتل المتظاهرين أمام أجهزة الأمن الحكومية. يعني بعد انطلاق التظاهرات، تظاهرات ثوار تشرين في بغداد، برأيك أو كتوقع، هل سيعود ربما زخم التظاهرات، تظاهرات ثورة تشرين كما كان في السابق، هل سيعود مجددا مرة أخرى لتشمل باقي المحافظات الأخرى؟ نعم، سيعود هذا الزخم، وهنالك استعدادات كبيرة تجري في بغداد، وهنالك تحضير تعبوي شعبي وكذلك إعلامي لتظاهرات الشهر العاشر القادم. لذلك أظن أن هذه التظاهرات سوف تكون تظاهرات كبيرة، وسوف تختلف في بعض الفقرات عن تظاهرات تشرين التي انطلقت عام 2019. كما قلت لك، هذه المرة هنالك توافق بين تيارات وبين جهات شعبية عراقية مع مطالب ثورة تشرين. طيب، وعلى رأسها إسقاط النظام وتغيير هذه الطبقة الحاكمة. إسقاط النظام وهو نظام المحاصصة، كما هو معلوم أن هذا النظام هو برعاية إيرانية وبتنشئة أمريكية كما هو معلوم. ثوار تشرين يطالبون بعراق جديد خال من الميليشيات المسلحة، خال من التبعية للخارج، هل هذا المطلب يعني إلى أي مدى تراه قابل للتحقيق في ظل الظروف الراهنة؟ هنالك ثقة كبيرة لدى متظاهري تشرين وكذلك من اشترك اليوم معهم في تظاهرة ساحة النسور. اليوم أعلنوها صراحة من أن سبب البلاء الذي يعاني العراق منه هو ما حل ما جاءت به أمريكا لهذا البلد
عندما قامت بإعطاء الحكم ومقاليد الحكم لطبقة سياسية ولاؤها لإيران. لذلك أعلنوا اليوم أن رفضهم لكل من النفوذ الإيراني وكذلك النفوذ الأمريكي وكذلك بقية التدخلات الإقليمية في الشأن العراقي، وطالبوا علانية من أن يجب أن يكون العراق بلدا مستقلا سيدا لنفسه، وهنالك كما قلت ثقة مطلقة لدى مشضاء تشرين من أن تظاهرات يوم 11 سوف تكون تظاهرات مصيرية وستغير الواقع السياسي والواقع الاجتماعي في العراق. نشكرك شكرا جزيلا من بغداد الصحفي أحمد الجميلي، شكرا لك.